سلفا. وحقيقة الأمر أن هناك كانت هناك شواهد وأدلة عديدة على التزوير، ناهيك على أن الانتخابات كانت قد بدأت فعلا في الخارج وفي السكنات العسكرية وفي المراكز المتنقلة منذ بضعة أيام، أي أن ابتداء يعني قبل أن تجري الانتخابات الرئيسية في المدن الرئيسية اتضح النية لدى الإدارة بالتزوير، وكان واضحا أننا نتجه نحو اختيار رجل أراده الجنرالات وليس الإرادة الشعبية. طيب سيد زيتوت، المرشحون يعني بانسحابهم من هذه الانتخابات يكونون قد وقفوا موقف معارضة راديكالية، وهو موقف كما نعلم جميعا تتبناه جبهة الإنقاذ الإسلامية أكثر من أي طرف سياسي آخر. ألا يعتبر هذا النوع من المعارضة منافسة للجبهة؟ أعتقد أن القضية الآن أوسع بكثير من ذلك، فهؤلاء المرشحون دخلوا فعلا بنية التسابق، ولم يكن في نيتهم الوصول إلى هذه الطريق المسدود للجزائر. كانت هناك نية صادقة، وقد قطعوا عشرات الآلاف من كيلومترات داخل الجزائر، كل منهم قطع آلاف الكيلومترات قاضيا ليالي وأيام بين المواطنين في مدن عديدة، شارحين وداعين ومصرين على ضرورة أن يذهب كل الناس إلى الانتخابات وأن ينتخب الناس. ولكن في نفس الوقت كانوا يحذرون الذين بيدهم الأمر، وهم أربع أو خمس جنرالات يتحكمون في الجزائر منذ انقلاب 92، كانوا يحذرون من أنهم لن يزكوا انتخابات مزورة، لن تكون هناك تعددية شكلية، سيرفضون أن يكونوا كما يقال مجرد أرانب. إذن فقضية المنافسة مع الجبهة الإسلامية، الجبهة الإسلامية طرف رئيسي في المعادلة وطرف رئيسي في الصراع، ولكن الآن القضية لم تعد فقط بين الإسلاميين ومجموعة الجنرالات، ولكن تعدتها إلى مجموع ممثلي الشعب الجزائري، وهذا هو تقريبا المرحلة الجديدة التي دخلت لها الأزمة الجزائرية، والتي نتمنى أن تكون بداية الحل. إلى جانب موقف الشعب الجزائري، يعني مؤسسات المجتمع المدني التي لها ثقل سياسي على الساحة السياسية في الجزائر، والتي كما نعلم يعني تساند عبد العزيز بوتفليقة بشدة، ما هو موقفها مما يجري برأيك؟ وقع الأمر أن وصلنا بعد سبع سنوات من المأساة ومن الانكسارات التي حدثت داخل المجتمع الجزائري، إلى أن هذه القيادات لما يسمى ببعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الأحزاب أصبحت منقطعة تماما عن قواعدها. فمثلا حزب مثل حزب السيد نحناح، أو حزب جبهة التحرير الوطني، أو حزب النهضة، أو هؤلاء في واقع الأمر أصبحوا مجموعة من الأشخاص أو نقابة العمال. هذه أصبحت قيادات مرفوضة من قواعدها، ومواقفها التي اتخذتها أصبحت مندد بها حتى من قواعدها. وكانت هناك معلومات كثيرة قد ذكرت أن القيادات هذه الأحزاب وبعض الأحزاب التي ساندت السيد عبد العزيز بوتفليقة وقيادات بعض المنظمات في الحقيقة الأمر تعرضت لضغوط رهيبة، وبعضها أراد أن يذهب إلى الغنيمة. أخيرا سيد زيتوت، بعض المرشحين المنسحبين دعوا إلى مسيرة سلمية في الجزائر العاصمة غدا، ما الذي سيحدث في الجزائر بعد ذلك برأيك؟ أتوقع أن القضية الآن دخلنا فعلا في، نتمنى أن تكون فعلا مرحلة النهاية، بحيث أن هناك إرادة شعبية قوية جدا من أن هذه المرة لن يتركوا إرادة الجنرالات تفرض عليهم كما هي منذ سبع سنوات بشكل خاص. الآن نجد أن داخل الجيش الجزائري ذاته منظمة قوية ذكرت في عدة بيانات لها حقيقة التزوير، وأكدت أن التزوير تم داخل الثكنات. هناك قيادات سياسية من الوزن الثقيل، هناك أحزاب عتيقة وعتيدة كلها متحدة من ضرورة رفض ووضع حد لهذه السياسة الوصائية المطبقة على الشعب الجزائري، وأنه ونحن ندخل هذه الألفية الثالثة انتهى عهد حكم العسكر وانتهى عهد حكم الجنرالات. المنسحبون الستة من جانبهم حثوا مناصريهم صراع الرئاسة، ودعوا لتنظيم مسيرات وحركات احتجاجية الجمعة بكل أقاليم ومدن الجزائر
احتجاجا على ما يصفونه بتزوير الانتخابات. الاسباب راهي واضحه، احنا يعني كنا حابين كانت تكون يعني الديمقراطيه حقيقيه في الانتخابات هذه. زوير بدا في الاداره، انا مسؤول على شنو نقول.